البيوت هاي نحن بنحكي بالحارة الأرمن اللي بقدر أقول لك نصها بحارة اليهود وبقية نصها بحارة الأرمن اللي هي نحن ساكنين فيها. هلأ إذا بدك تنزلي من تحت هون من ما أنت جيتون هذه بداية حارة الأرمن، أما إذا بتيجي من باب الخليل هون نهاية حارة الأرمن. شايفة كيف؟ هلأ في البيوت الموجودة عندنا بيوت قديمة جداً، بعدين البناء القديم الحلو يعني إذا بتشوفي البلاط على الأرض نفس البلاط موجود، بس في بعض الناس غيرت البلاط لإشي أحسن، بدهم موديل جديد. عاد بالعكس القديم أحسن من الجديد مليون مرة. بعدين تطلع على أشكال الشبابيك، كل شباك بيختلف عن التاني. وعاد عن ذلك يا حبيبتي الطقس الحلو اللي عندنا يعني كل شباك طوله مترين. الحارة بذاتها ذكرى حلوة مع طفولتنا، نلعب جلال، نلعب الدحدال اللي هو عبارة عن عجل نعبيه نحن هواء ونلعب فيه، سبع حجار، الغماية، غماية الكيلة. بالزمانات لما بتذكر أنا بنت صغيرة أطلع من الشباك تشوفي ريحة من عمارتي. هلا حطوا اليهود هناك عمارة بنوها بطلنا نشوف شيء. أصلاً نحن كنا 9 عيل أو 11 عيلة اللي كنا نحن هون مستقرين هون وكبرنا هون وكبرت العيلة معنا، وبعدين صار الغير يجي. يعني لما جدي تجوز جاب سيدي وسيدي جاب أخوته التنين، وغير هيك تجوز جاب أبوي، أبوي أجا جاب أولاده وكبرنا هون. يعني التنين صاروا 10، العشرة صاروا 20، والعشرين صار 25، وتمينا هون. ولا مرة غيرنا بيوتنا ولا مرة تحركنا من محلنا. ذهب، السيراميك، الفضة، بعد منهم كانوا حلاقين. القدس زهرة المدائن، تعرف إيش زهرة المدائن معناته؟ ريحتها الطيبة.